السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة أم جنات، ومرحبا بكم وألف مرحبا، وشكرا للمتتبعين ديالي الأوفياء، وشكرا لكم بزاف بزاف، والله يطول في عمركم. على بركة الله ندوزوا اليوم إن شاء الله يا ربي لواحد الطبق رائع يا البنات، والطبق صراحة الله طبق هماوي وشي حاجة صراحة الله يعني زوينة زوينة بزاف. اليوم ان شاء الله يا ربي عندي هنايا الروز كلاصي، يعني انا راه طيبته مزيان، وعندي هنايا الكفته طيبتها بهذه الطريقه هذه، ها نتوما كما كتشوفوا يا البنات طيبتها بهذه الطريقه هذه. يعني بالنسبه للمقادير اللي يعني اللي درت هنا في الكفته، يعني درت غير سكينجبير والابزار، غير قبيصه سكينجبير والابزار والملحه فقط، ودرت فيهم شويه ديال زيت الزيتون. بالنسبه للروز درت فيه غير سكينجبير، سلقته غير في سكينجبير والملحه فقط. يعني هاد الطبق هذا كيجي رائع البنات، ومن طبيعه الحال كنرافقوه مع كنرافقوه صراحه الله مع الخضر ديالنا اللي هما، يعني هنايا سلقت كذلك بطاطا، يعني سلقتها بشويه ديال الملحه وسكينجبير كذلك، يعني وحتى طابو، درت اليوم واحد شويه ديال الابزار كذلك. عندي هنايا الجزر بنفس الطريقه، سلقته بنفس الطريقه، وكذلك هنايا عندي لاريغو اللي سلقتها هي بنفس الطريقه، اللوبيا، وعندي هنايا البروكولي اللي سلقته هو بنفس الطريقه. يعني البنات هنايا بغيت ندير غير دوك الخضر يعني سخونين، ما بغيتش نخلط معهم دوك داكشي بارد، يعني بغيت ندير هاد الطبق هذا كله سخون. هانتوما البنات، ومن طبيعه الحال عندي غير هنايا هاد الوراق ديال الخس باش غادي نزين، يعني هنا كيبقى تزيين من الاختيار ديالكم. وها هما هذا هو الطبق ديالنا، غادي نقادوه ان شاء الله يا ربي. ها نتوما ها هما الخضر ديالنا، ها هما الخضر ديالنا، يعني اضطريت انني ندير غير الخضر سخونين، ما بغيتش وهنايا غادي نخلط ان شاء الله يا ربي، غادي نخلط الروز تاعي مع هاد الكفته. البنات صراحه الله الا ما جربتوش هاد الطبق هذا ما جربتو حتى حاجه، راه يعني راه تقدموه حتى للضيوف ديالكم، يعني راه تقدموه حتى للضيوف ديالكم البنات. اللي ما دارتش هاد الطبق هذا بالروز والكفته يعني راه ما دارت حتى حاجه. انتم البنات كيما قلت لكم شوفوا الكفته كي كتجي، يعني تجي حتى هي يعني راه ما كتجيش مدقصه، يعني كتجي حتى هي دايره بحال الشكل ديال الروز، يعني تجي مزلعه حتى هي. يعني فاش تكونوا كديروها في المقله ديالكم ولا فاش تطيبوها، يعني حاولوا انكم نتوما كطيبوها وكتمعسوا فيها كتحلوا فيها باش تفرتت، يعني حاولوا تفرستوها هكا تفرستوها مزيان باش تعطيكم هذا الشكل هذا. هانتوما البنات شوفوا الطبق هذا، راه ممكن تقدموه للضيوف ديالكم العزاز، يعني هنايا كيبقى يعني من الاختيار ديالكم. ها نتوما البنات، المهم خلطت انايا هاد الكفته ديالي والروز. تحاولوش البنات ديروا فيه داك سميتو الاخر داك الخرقوم، ولا ديروا فيه داك، المهم ما ديروش فيه ديك البابريكا والخرقوم باش ما يحيد لكمش هذاك اللون، باش يعطيكم يعني باش تبان لكم الكفته ويبان الروز. يعني هنا خديت واحد الروز، يعني ماشي داك الكلاصي اللي تيبقى واقف، وانما خديت واحد الروز زوين، حتى هو كيجي في المذاق ديالو زوين ورطب، تيجي زوين في المذاق ديالو صراحه الله، تيجي مع هاد الكفته هادي. يعني داك الروز اللي كيكون شويه واقف كيجي حتى هو زوين، ولكن هانتوما البنات كما قلت لكم من الاحسن تاخذوا داك الروز كما قلت لكم، داك الروز اللي كيجي زوين، يعني الطياب دغيا كيطيب دغيا كيتسلق البنات، وما شاء الله راه هاد الطبق هذا دغيا كيوجد. يعني ما بغيتش نطول عليكم وصايبتو قبل ما هذا. المهم هانتوما البنات غادي نزينو ان شاء الله يا ربي، وغادي نتلاقاو باش تشوفوا الشكل ديالو الطبق ديالنا، طبق رائع البنات والله الا طبق هماوي، بالنسبه لي انا طبق هماوي كيجي رائع والله العظيم، الا كيقدموه الناس اللي هما في المستوى، قسما بالله الا كيقدموه للضيوف ديالهم اللي في المستوى رائع البنات. وكما كنقول لكم يعني على حسب الافراد الاسره ديالكم. المهم
انا هنايا خديت الكميه ديال الكفته اللي غتكفيني لعائلتي، وخديت كذلك ودرت الرز داكشي اللي غيكفيني. يعني ما انا ما درت لكمش بالعبار، كل واحد وعلى حساب الافراد العائله ديالو صافي. المهم البنات غادي نرافق هذا الطبق، هذا غنرافقو بلا مايونيز ان شاء الله يا ربي، غنرافقو بلا مايونيز. المهم هادشي كيبقى هادشي المهم مزيان، وداكشي انتم البنات يعني غادي ندير هنايا عندي واحد لا مايونيز بسم الله، يعني كتوجد في رمشه العين البنات، وغادي ندير معكم هاد الطريقه هادي باش غادي تعرفوها ان شاء الله يا ربي. انا ما تنشريش لا مايونيز صراحه الله، باش نجيكم الصراحه كنصايبو انا كنصايبو بيدي فوق ما درت شي حاجه هكايا ديال اللي كيدير فيها لا مايونيز، يعني كنديرو بيدي انا. غير باش نوجد وصافي، هاني غادي نطحن دابا معكم المايونيز ديالي ونوريكم المقادير اللي تنحتاج. على بركة الله اول حاجة هنايا عندي عندي البيضة، بيضة وحدة هانتوما البنات ما شاء الله. وبالنسبة عندي هنايا كاس تاع الشاي اللي عبر فيكم بيضة، بيضه وحده يعني مقدار ديال كاس تاع الشاي الزيت. انا هنايا البنات بغيت نخدم بزيت الزيتون، انا هنايا درت ضفت زيت زيتون، هانتوما البنات ضفت زيت الزيتون. وهنايا عندي واحد القبيصه ديال الابزار وقبيصه ديال الملح، هانتوما البنات وكذلك عندي هنايا الخل، الخل غادي نضيف واحد شويه د الخل ماشي بزاف يعني غير شويه صافي. كمل هاد الكويس هادشي اللي بقى في هاد الكويس هذا. وانتم البنات غادي نطحنوا، اللي باغا تخلطوا مع الفرماج تخلطوا، اللي ما بغاش تخلطوا هذاك مهم كيبقى من الاختيار ديالها. انتم البنات فرمشه العين ما شاء الله كيطلع لا مايونيز ديالي وصحي في نفس الوقت ما شاء الله. البنات شنو قلت لكم، هي راه كطلع، هي طلعت دغيا فرمشه العين البنات، يعني راه حتى هاد الصوت هذا راه ما غاديش نحيدو باش غتعرفوا انتم. لا مايونيز ديالي ما شاء الله هيا وجدات، هانتوما البنات المايونيز ديالي وجدات ما شاء الله، راكم شفتوا الوقت اللي خدات معايا فرمشه العين البنات، الوقت شفتوا الوقت. ولا بغيتوا البنات تزيدوا تعقدوها مزيان يعني راه هاد هانتوما، الا بغيتوا تزيدوا تقلوها يعني غتزيدوا غير واحد هكا يعني واحد الدوره صافي. ها حنايا غير واحد الدوره بداك الروبو ديالكم هانتوما البنات باش تعرفوا لا مايونيز كيفاش تجي رائعه يا البنات. ومهم ما تمشيو فين حتى تشوفوا الطبق ديالنا اللي غادي نقادو ان شاء الله يا ربي، وغادي نصايبو معكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالو ان شاء الله يا ربي. والهلي حشمنا هانتوما البنات، ها هو الطبق ديالنا كما كتشوفوه، يعني ها هما الخضار الفوق كما كتشوفوا البنات، ها هو الرز ديالنا بالكفته، يعني طبق رائع البنات وفرحوا به عائلتكم كيجي رائع البنات وكيجي زوين بزاف بزاف بزاف. وكنتمنى هذه الطريقه هذه تنال الاعجاب ديالكم، وما كرهتش انكم تجربوا هذا الرز هماوي صراحه الله، ما كرهتكمش انكم تجربوه، وردوا عليا وبالصحه والراحه البنات، وباي باي عليكم وشكرا لكم بزاف المتتبعين ديالي العزاز.